السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. استمرارا لمسيرتنا في شرح كل ما يتعلق بال 5G اللي هو الفيفث جنريشن، الجيل الخامس من أجيال الاتصالات اللاسلكية، وإيفاء بوعدنا الذي وعدناه لكم قبل عدة أيام بأنه نشرح آخر التطورات التي وصلت إليها عملية الستاندرديزيشن اللي هي تحويل ال 5G من مجرد حلم ونظرة عامة إلى مقياس عالمي متبع في الاتصالات وشبكات اللاسلكية في المستقبل. ها نحن الآن يعني نبدأ معكم هذه السلسلة القصيرة والتي ستكون إكمالا لما بدأناه سابقا من الشرح عن الفايف جي، حيث أنه سيتم إضافة هذا الفيديو إلى نفس البلاي ليست، القائمة التي تم في البداية شرح أساسيات الفايف جي، ما هو الفايف جي وما هي التقنيات الأساسية التي ستكون يعني حاضرة في يعني تنفيذ وتحويل الفايف جي إلى حقيقة واقعية. هذا البرزنتيشن هو تم عرضه من قبل الاي تربل اي اللي هو الانستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونيك انجينيرز في ويبينار اللي هو يعني جلسه الكترونيه او محاضره الكترونيه في تاريخ 31/1/2018، وهو يمثل يعني اخر ما توصلت اليه الجهود في مجال تحويل ال 5G الى كوميرشال رياليتي اللي هو حقيقه تجاريه. وطبعا مثل ما هو واضح انه الميكينج 5G NR اللي هو نيو راديو، اللي هو الراديو الجديد، اللي هو الاسم الثاني للان ار او لل 5G اللي تم تسميته له من قبل ال 3GPP اللي هي الجروب او الثيرد جنريشن بارتنرشيب بروجكت، اللي هو الجروب المسؤول عن عمليه الستاندرديزيشن الخاصه بال 5G. المؤمل او الحلم الذي يتم العمل عليه الان هو انه يتحول ال 5G الى يونيفايد مور كابيبل اير انترفيس، اللي هو انه يكون بيئه موحده لكل انواع الشبكات في العالم، ويضم بداخله كل التقنيات التي توصل لها العلم في مجال يعني الاتصالات اللاسلكيه والشبكات اللاسلكيه الى حد الان، او الى ان يتم اطلاقه بشكل نهائي في سنه 2020 او 2022. وبالتالي هذه المحاضره مثل ما ذكرنا تم شرحها بتاريخ 31/1/2018 قبل اسبوع تقريبا. طبعا كل الحقوق محفوظه لكوالكوم، شركه كوالكوم، اللي هو لانه هذا البرزنتيشن تابع لجون سمي اللي هو الفايس بريزيدنت انجينيرنج كوالكوم تكنولوجيز، يعني هو نائب الرئيس لقسم الهندسه في هذه الشركه. هذه المحاضره راح تكون في البدايه مجرد يعني مقدمه عامه عن ما هو ال 5G، ما هو الامور التي يؤمل ان يوفرها ال 5G للنكست جينيريشن موبايل اكسبيرينسز اللي هو الجيل القادم من الاتصالات اللاسلكيه او الاتصالات النقاله. طبعا راح يوفر لنا موبايلايزد ميديا اند انترتينمنت، يعني راح يوفر لنا دعم كبير للحوسبه المتنقله اللي هي راح تكون متوفره من قبل الاجهزه اللاسلكيه. طبعا راح يكون ريتش يوزر جنريتد كونتنت، راح يوفر لنا امكانيه كبيره لانه يتم النقل او البث الحي ل اتش دي او حتى اعلى من الاتش دي 4K، يعني كل انواع الفيديو اللي يقوم المستخدمين بانتاجها لاسلكيا في اي مكان يعني سيكون من الامكان نقلها يعني لايف اونلاين في اي مكان والى اي مكان اخر باستخدام ال 5G. طبعا الكونجستد انفايرمنتس، يعني حاليا مثل ما نلاحظ اذا كان هناك لعبه كبيره في ستاديوم او في مسرح كبير وكان كل المستخدمين مثلا يطمحون الى مشاهده فد شيء معين او نقل شيء معين مباشر، راح يكون عندنا ضعف في الشبكه. هذا الشيء سيكون يعني سيتم حله ان شاء الله في ال 5G، بحيث انه حتى لو كان هناك مليون شخص او مليون جهاز في الكيلومتر المربع الواحد فسيتم خدمتهم بشكل ممتاز، وسيكون بامكان كل منهم ارسال واستقبال البيانات بسرعه عاليه تصل الى حتى 1 جيجا او 10 جيجا بالبت بالثانيه الواحده. هاي سبيد موبايلتي، طبعا حتى اذا يعني المؤمل انه يتم خدمه المستخدمين لكي يحصلون على يعني هاي ديفينيشن فيديو او غيرها، حتى لو كانوا في قطار سريع او حتى لو كانوا في يعني مركبات تسير بسرعه كبيره جدا. الكونكتد كلاود كومبيوتنج، الامبرسيف اكسبيرينسز، الكونكتد فيكلز، يعني المركبات التي يعني تكون بامكانها الاتصال مع بعضها البعض لمنع الحوادث وحتى يعني الوصول الى الاوتوميتد فيكل درايفنج، بحيث انه المركبات يعني تقود نفسها بنفسها بدون تدخل السائق او باشراف السائق البسيط يعني، والاوجمنتد رياليتي وكل هذه الامور الاخرى يعني اللي هي حاليا تحتاج الى فد امكانيات خاصه وشبكه غاليه جدا لتحقيقها، سيكون ال 5G متوفرا ان شاء الله لحل كل هذه المشاكل، واللي هو راح يوفر لنا سرعه مشابهه لسرعه الفايبر اوبتيك، يعني سرعه الالياف الضوئيه، وطبعا التاخير راح يكون قليل جدا، راح يكون الاداء كبير جدا، وراح يوفر لنا significantly lower cost per bit، يعني الكلفه للبت الواحد راح تكون اقل بكثير. طبعا على مود نوفر هذا الشيء ايضا راح
يعني او التطبيقات الخاصه بهذه الامور، الامور اللي راح تستفاد من هذه التقنيات، هو انه راح يكون عندنا مور اوتونوموس مانوفاكتشرنج، يعني راح نضيف فد تلقائيه او يعني حوسبه او تحكم حاسوبي لكل انواع التصنيع في العالم. طبعا راح يكون عندنا سيفر اند مور اوتونوموس ان ترانسبورتيشن، النقل وقياده السيارات راح تكون يعني اكثر امانا واكثر اوتوماتيكيه، يعني بحيث انه راح تكون يتم ادارتها من قبل الحواسيب مثل ما ذكرنا والانظمه اللاسلكيه. ريلايبل اكسس اند ريموت هيلث كير، يعني راح يوفر لنا فد هيلث كير اللي هو الرعايه الصحيه راح تكون متوفره للجميع من خلال اجهزتهم اللاسلكيه وفي كل مكان. سمارتر اجريكلتشر اللي هو الزراعه الذكيه باستخدام اجهزه الانترنت اوف ثينجز لكي تصبح لدينا سمارت فارمز اللي هي المزارع الذكيه وغيرها. مور افيشنت يوز اوف انرجي اند يوتيلايزيشن، طبعا تقليل استهلاك الطاقه هو من اهم الامور اللي راح نحتاجها واللي راح يركز عليها ال 5G وكذلك الانترنت اوف ثينجز. الامبروفد بوبليك سيفتي اند سكيورتي، طبعا الامن والحمايه وغيرها من الامور الاخرى. سستينبل سيتيز اند انفراستراكشر، المدن الذكيه ايضا راح تكون من اهم شروطها انه هي تكون سستينبل وجرين سيتيز، بحيث انه تقلل استهلاك الطاقه وتقوم بانتاج طاقتها بنفسها والكثير من الامور الاخرى. طبعا ديجيتايزد لوجيستكس اند ريتيل، طبعا ايضا يعني كل الشركات اللي هي وظيفتها ريتيل اللي هو البيع بالتجزئه راح تكون معتمده بشكل كبير جدا على الخدمات اللاسلكيه اللي راح يوفرها 5G اضافه الى الانترنت اوف ثينجز. هذه الامور طبعا من المؤمل انه توفر لنا اكثر من 12 تريليون دولار كبضائع وخدمات بحلول سنه 2035، وبالتالي هذا راح يعني تكون فرصه كبيره جدا بالنسبه للعاملين في هذا المجال، للباحثين، للشركات، للمؤسسات الحكوميه، للمؤسسات الخاصه، كلهم راح يكونوا معنيين بهذا الامر ولن يبقى احد يعني خارج نطاق 5G في بحلول 2035، لانه يعني ببساطه بحلول سنه 2035 من يكون خارج ال 5G سيكون خارج نطاق او اطار الزمان والمكان، يعني سيكون منتمي الى العصور المظلمه بعد ذلك. طبعا ديزايننج ال 5G ان ار جلوبال 5G ستاندردز، طبعا هذه الامور كلها تحتاج من عندنا الكثير من الجهود، ومثل ما ذكرنا الكثير من الباحثين والكثير من الشركات حول العالم يقومون في كل لحظه الان بالعمل بشكل دؤوب لتحويل هذه الامور من مجرد احلام ونظريات الى واقع عملي. لانه مثلا ال 5G النيو راديو اول قضيه او اول مساله راح يواجهها هو ربط الدايفيرس سيرفيسز او الدايفيرس نتوركس دايفيرس ديفايسز، يعني الانواع المختلفه من الاجهزه والانواع المختلفه من الخدمات كلها يجب ان تكون مرتبطه بشبكه واحده، الكريتيكال ميشن سيرفيسز، الانهانسد موبايل برودباند، انترنت اوف ثينجز، كلها يجب ان تكون مرتبطه بشبكه واحده. وهذا هو طبعا بحد ذاته هو تحدي كبير جدا او مجموعه كبيره من التحديات للباحثين والشركات لتحويلها الى حقيقه واقعيه. كذلك دايفيرس سبيكترم، الطيف الترددي اللي راح يتم استخدامه في 5G هو راح يكون على عده انواع، اللي هو لو باند اللي هو اقل من 1 جيجا هرتز واللي هو تم الموافقه عليه في شهر 12 السابق انه يكون 900 ميجا هرتز، الميديوم باد اللي هو ما بين 1 و 6 جيجا هرتز واللي ايضا تم الاتفاق عليه انه يكون هو 3.5 او 3.6 جيجا هرتز، واخيرا الهاي باند اللي هو الترددات العاليه او المليمتر ويفز اللي هي راح تكون اكثر من 24 جيجا هرتز واللي ايضا تم الاتفاق على انه تكون مبدئيا هي 28 جيجا هرتز، بعد ذلك راح تكون ممكن انه تستخدم 36 ال 56 ال 60 ال 71 وغيرها من الترددات الاخرى. كلما صعدنا في التردد يعني الطيف الترددي كلما زادت المشاكل وزادت التعقيدات، ولكن مثل ما ذكرنا المشاكل بالنسبه للمستخدمين العاديين هي تحديات و امكانيات، يعني امور مفيده للباحثين والشركات انه تقوم ب يعني توظيف افضل العقول لحل هذه المشاكل. دايفرس ديبلويمنتس ايضا مثل ما ذكرنا راح نتحول من الماكرو الى المايكرو الى الفيمتو او البيكو سيلز واللي راح تتحول الى حتى الى الاندور هوت سبوتس، فراح يكون عندنا مختلف انواع المعماريات للشبكه واللي راح تكون يعني تتراوح من صغيره جدا لعده اجهزه الى كبيره جدا تغطي ملايين الاجهزه. هذه كلها يجب ان تكون مربوطه في شبكه واحده، وبالتالي مثل ما ذكر احد الاخوه البارحه في احد التعليقات قال انه اما ان تكون ثوره عارمه ثوره يعني كبيره جدا او تكون فوضى عارمه. كل البحوث العالميه الان تجري لكي نضمن انه لا تكون فوضى عارمه وانما تكون انجاز كبير جدا بحيث انه راح تكون هي الشبكه الاكبر بتاريخ البشريه. Pioneering advanced technologies to meet the extreme variations، طبعا مثل ما ذكرنا هذه الامور اللي احنا تحدثنا عنها تحتاج الكثير من التقنيات والكثير من البحوث والدراسات لتحويلها الى حقيقه واقعيه.
هذه التقنيات اللي يتم العمل عليها حاليا، مثلا بالنسبه للميشن كريتيكال سيرفيسز اكو عندنا ما يسمى بالالترا ريلايبل لو ليتنسي كوميونيكيشن يو ار ال ال سي، وهذا ايضا مجال بحثي كبير جدا بالنسبه للاخوه والاخوات المهتمين بالبحث في هذا المجال. اكو عندنا الدرون كوميونيكيشنز، البرايفت نتوركس، السيلولار فيكل تو ايفري ثينج اللي هو سي في تو اكس، هذه اللي هي مجرد تجعل المركبات سواء كانت المركبات الارضيه او المركبات الهوائيه اللي هي الدرونز تتصل مع بعضها البعض ومع اي شيء اخر. كذلك اكو عندنا بالنسبه للانهانسد موبايل برودباند، لكي نحقق هذا الهدف هناك الكثير من التقنيات اللي هي مثل السبكترم شيرنج، فلكسبل سلوت بيست فريم ورك، سكيلبل او اف دي ام، ماسيف مايمو، موبايل مليمتر ويفز، ديوال كونكتيفيتي، ادفانسد شانل كودينج. كل واحد من هذه المصطلحات هو بحد ذاته علم كامل يحتاج الى يعني كورسات كامله لشرحه، الا انه بالنسبه للباحثين في البحث العلمي طلبه الماجستير او الدكتوراه او الباحثين في الشركات العالميه هذه الامور بالنسبه لهم هي يعني لا تجد شخص مختص بكل هذه الامور، وانما كل واحد منهم راح يكون مختص بشيء معين ويعملون على تطويرها وتحسينها ويعني الوصول الى هذه الاهداف التي وضعت من قبل الاي تي يو اللي هو الانترناشونال تيلي كوميونيكيشنز يونيون للفيجن او الرؤيه الخاصه به للانترنت سنه 2020. هذه كلها الامور يعني يتم العمل عليها حاليا ويتم تطويرها، وبالفعل هناك الكثير الاف من البيبرات والنتائج التي تثبت امكانيه تحقيق هذه الاشياء والوصول الى مرحله انه عندك لايف 4K فيديو اللي هو يعني افضل شيء. انهانسد باور سيف مودز، ديبر كفرج، جراند فري اب لينك، ونارو باند او نارو باند ويث افيشنت سيجنالينج، هذه كلها على مود نقدر نحقق الماسيف انترنت اوف ثينجز. بالنتيجه النهائيه الهدف اللي يجب ان نصل له هو 10 اضعاف decrease in the end to end latency، يعني تقليل التأخير بنسبة 10 مرات، زيادة الثروبوت بنسبة 10 مرات، زيادة الاستخدام الكفؤ للسبكترم أو الطيف الترددي بنسبة 3 مرات عن ما هو موجود حاليا يعني بال 4G أو ال LTE، 100 مرة traffic capacity، 100 مرة network efficiency، 10 مرات connection density. كل هذه الأمور أيضا هي من الأشياء اللي يتم العمل عليها حاليا. حاليا نحن هنا we are here يعني بالنسبة للخطة لتحويل 5G إلى commercial reality. طبعا الـ 5G كفكرة بدأ سنة 2011 وهناك الكثير من الجروبات في العالم تعمل على تحويله إلى حقيقة تجارية. أبرز اثنين جروبات بالعالم هي الـ IEEE 802.11AD ثم صارت IY، والجروب اللي هو 3GPP. طبعا كل واحدة من هذه الجروبات هي جروب علمي تقني يتكون من مجموعة من الباحثين من عدة جامعات إضافة إلى مجموعة من الشركات التي ترتبط سوية من أجل يعني ربط الجانب الأكاديمي البحثي مع الجانب الصناعي في تصنيع الأجهزة مباشرة. سنة 2016 تم إصدار ما يسمى بالـ 3GPP New Radio Release 14 اللي هو كان مجرد Study Item. سنة 2017 في نهايتها تم الانتهاء مما يسمى بالـ 5G New Radio Non Standalone مود اللي هو النمط او الطور الذي يعمل به 5G بالتوازي مع 4G اللي هو LTE. نحن هنا حاليا العمل حاليا جاري على 5G نيو راديو ستاند الون لكي يعني نقوم بانشاء 5G كستاندرد يعمل لوحده، وهذا ايضا يعني من المؤمن انه يتم الاكتمال يعني الانتهاء منه اللي هو الريليس 16 مع نهايه 2019. بعد ذلك راح يتم اطلاق 5G نيو راديو ريليس 15 لانشز يعني راح يبدا بالعمل، وطبعا هذه ايضا يعني سيتم هناك اختبار تجريبي له في اولمبياد كوريا الجنوبيه في هذا الشهر يعني في نهايه هذا الشهر. بعد ذلك راح يكون عندنا اطلاق الريليس ار 16 اللي هو ريليس 16 اللي راح يكون هو الستاند الون والنون ستاند الون. بنفس الوقت هناك جهود مستمره في تطوير الـ LTE اللي هو Long Term Evolution اللي هو الـ 4G لكي يعمل بالتوازي مع الـ 5G ويصبح جزء رئيسي من الـ 5G، يعني مثل ما ذكرنا يعني أو مثل ما راح نلاحظ هنا في هذه الصورة. في نهاية الأمر لن يكون الـ 5G يعني يعمل لوحده، وإنما سيكون يعمل ضمن شبكة كبيرة تحتوي على الـ 4G زائد الـ 5G سوية. يعني بالنسبة للشبكات هنا إذا كانت لدينا شبكة تغطي مساحة جغرافية صغيرة ونحتاج بها سرعة إنترنت تصل إلى 10 جيجابت بالثانية، فهذه راح تكون فقط 4G نيو راديو اللي هو راح يكون ستاند الون. إذا أصبحت لدينا المساحة أكبر راح نحتاج اللي هو النيو 4G الـ 5G مع الـ سب 6 جيجا هرتز اللي هو الترددات الأقل من 6 جيجا هرتز
مع ال LTE اللي هو Long Term Evolution أو ال 4G، واللي هو مثلا راح يوصلنا إلى أعلى سرعة تصل إلى 1 جيجا بت بالثانية. بعد ذلك أيضا إذا أصبحت المسافة أو المساحة أكبر، راح يكون عندنا الأوبوكيوتوس LTE اللي هو أيضا يعني 4G في كل مكان، واللي هو راح طبعا راح يغطينا كل أنواع التقنيات الموجودة واللي تحتاج مسافات أو مساحات أكبر. بالتالي راح نلاحظ انه عندنا ال 5G وال 4G راح تشتغل سويه. هذه ايضا ملاحظه مهمه حبيت انه اذكرها بالنسبه للدول والمؤسسات اللي لحد الان يعملون على ال 2G او ال 3G ولم يقوموا بتطبيق او تنفيذ ال 4G. الوقت ما زال مبكرا، ما زال هناك فرصه للبدء بانشاء الانفراستراكشر الخاصه بال 4G، لانه eventually يعني بالنتيجه النهائيه هو راح يكون جزء من ال 5G. يعني هناك البعض يقول بأنه يجب أن نقفز مباشرة من 3G إلى 5G، هذا الشيء مو منطقي، مو صحيح وشبه مستحيل. الأفضل أنه نبدأ بإنشاء 4G في الدول عادة، يعني بشكل خاص أنا أعرف أنه العراق لحد الآن يعملون 2G أو 3G، يعني ماكو 4G. ال4G مهم جدا بالنسبة لل5G، وحتى إذا كان هناك خطط مستقبلية لعشر سنوات القادمة يفترض أنه نبدأ من الآن بإنشاء الانفراستراكشر الخاص بال4G LTE، واللي هو راح يكون جزء لا يتجزأ من الفايف جي ان شاء الله، يعني بعد اكتمال يعني عمله بعد 4 أو 5 سنوات. كل هذه الامور طبعا راح تكون موجوده ان شاء الله يعني حسب الجدول الزمني اللي ذكرناه، وكذلك بالتفاصيل اللي راح نذكرها ان شاء الله في الفيديو القادم. فخليكم معنا، شكرا جزيلا ومع السلامه.